السلام عليكم، جمعة مباركة، مرحبا بكم في حلقة اليوم صباحية الدوزام صحي ولذيذ. اليوم غادي تكون على شكل وجبات صحية خفيفة وبمثابة ديتوكس، دائما مع لالا ماريا بنجلون. حاضر معنا كذلك الدكتور مصطفى السمادي فقط نقطة التوازن، هو غادي تكلمنا على احترام خصوصية الآخرين، وأخيرا غادي يلتحق بنا فنان تشكيلي نستضفوه في فقرة الدردشة في نهاية الحلقة. أما اللحظة فغادي نبداوها بالفقرة القانونية، وحنا على الوعد ديالنا غادي نكملوا معكم الدردشة ديالنا حول العقار وكل ما يجب اتخاذه من حذر قبل اقتناء سكن عقار سكني مع الأستاذ محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا صباحية الدزامة. وهذا هو الجزء الثاني من الفقرة اللي بديناها الأسبوع الماضي مع البروفيسور محمد جمال معتوق. وعدنا المشاهدين أننا غادي نكملوا مجموعة من النصائح اللي خاص كل واحد فينا يديرهم في باله قبل ما يقتني أي عقار يشريه. تكلمتي لنا على أشياء مهمة جدا بسيطة لكن بزاف تغفلوا عليها وتلقوا رؤوسهم في مشاكل كبيرة، فنكملوا هذه السلسلة. هذه تكلمنا على العقد ديال التأمين، تكلمنا على بزاف الحوايج. شنو ممكن نزيدوا اليوم المشاهدين اللي خاصهم يردوا بالهم منه؟ طيب نحسمنا بان من الاحسن الانسان يشري عقار محفظ. وهذيك طيب باش نشري عقار خصني مع من تبيع ونتشرى مع مرشي. باش عرفتوا هو مرشي؟ لان شحال من واحد كيجي يشري واحد الشقه وكيجي تيقول له الله يخليك هذه الدار شتها للبيع، شكون اللي تيقول له راه هذاك السيد اللي تيكون واقف معاه وتيسول، تمشي عنده تقول شكون اللي كيبيع اخويا، تيقول لك هذاك راه في القهوه جالس هو هذاك، كتمشي عنده السلام عليكم الله يخليك مرحبا كيسالو كيديك وكتزور، وراه ماشي مول الشقه وانت جالس كتهضر معاه وتتبيع وتشري الى اخره. اذا خصك تقلب على مول العقار، هو اللي نتكلم معاه هو اللي نبيع ونشري معاه. وما جاتش محرجه تقول لي عطيني الوراقي نشوف واش انت هو مول العقار. علاش محرجه؟ مالك انت شنو جايك الساعه؟ راه عندك فلوسك تخيلي معايا، راه 20 عام وتيجي معايا ديك الفلوس باغا تشري، راه رزقك هذاك غادي تستمري. اذا مهم جدا انك تقدر تطلب منه الوراق تشوفه من الاول. اذا اول حاجه باش نتاكدوا اعطيني شهاده ملكيه، عندك شهاده ملكيه قديمه اعطيها لي، او اعطيني رقم الرسم العقاري باش انا نخرج الملكيه. باش نمشي فين؟ المحافظه. اجراء ثاني من بعد ما تاكد واش السيد هو مولاه ولا ماشي مولاه، غنمشي للمحافظه باش نشوف شكون اللي كيملك ذاك الشقه. هاد الاجراءات يمكن يديرهم الموثق مثلا، ولكن انا هادو اجراءات قبليه نديرهم باش نتاكد بان داك السيد اللي كيهضر معايا هو مول الشقه. وخصنا نردوا بالنا شهاده الملكيه اللي باش يمكن لك تاخذها في العقار المحفظ كتادي 100 درهم. ها شهاده الملكيه فيها واحد الاهميه كبيره. شنو هي الاهميه؟ وان شهاده الملكيه فيها تاريخ ديال العام، وفيها الشهر، وفيها اليوم، وفيها الساعه، وفيها الدقيقه، وفيها الثانيه اللي خديتي فيها هذيك الشهاده، اللي خديتي فيها الورقه. ما معنى هذا؟ أن يمكن الوثيقة تغير في خمسة ديال الدقائق. كانت عندك عقار محفظ مطهر ما فيه حتى شي حق من الحقوق العينية اللي هي راكبة فوق هذا العقار، يعني حجز تحفظي أو لا راهن مثلا كحقوق كحق عيني، كتأكد بأنه ما عندها حتى شي حاجة. فلهذا ملي كتخرج لك شهادة ملكية حديثة العهد كتعرف شكون هو المالك ديال العقار. أنت شفتيه؟ إذا مع السيد غنتهضر. ملي كتلقى هناك وراثة وكيجي واحد كيتكلم معك تقول له يكثر خيرك واش عندك وكاله ديال الورثه؟ اذا ماشي يقول لك لا شوف 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 الملكية سميتي كاين انا نايب عليهم جيب لي الوكاله مرحبا باش عاد يمكن لك نتكلم معك انك كتنوب عليهم، اولا بغينا نتكلموا في الكلام الاولي وانت كتكلم سميتهم ما كاين مشكل، لكن كنوصلوا المعقول ديال المناقشه ديال الثمن جيب لي الله يخليك وكاله. علاش؟ حيت يمكن لي انا نشتغل ونتلاقى الخطره الاولى والخطره الثانيه وادير معايا المروه والله يخليك وزعف انا راه وتعاود من داو جديد مع واحد اخر، دبرت على واحد 30 مليون من لهنا وغادي ناخذ 60 من البنكه وهادشي بزاف عليا وانا غنخلص واحد الثلاثه وعرفتي غادي نبيع واحد هذا ودابا دير معايا كتشحف وصلتي معاه لواحد الثمن النهائي. ملي كتجي عند الموثق تيجي عندك تيقول لك ما بغاوش الورثه ما بغاوش. واش شريف انت اللي كنتي كتهضر معايا؟ اش من صفه كنتي كتهضر معايا؟ اذا ما تعيوش راسكم انتم كتكلموا مع شخص ما عندوش الوكاله الا كان تيمثل هاد الاشخاص هادو. كاين عقود عرفيه كتعرفي بانه فوقاش صبح العقد اللي باش تشري، انا انت كتعرفي بانه خصك تكوني كتعرفيها ولا تكون عندك ظروف شديد، انت ما يمكنلكش تكوني كتعاملوا معك معامله عاديه ديال الناس العادي، انت باحتكاك ديال 13 عام وانت كتحتكي باطباء نفسانيين اطباء خصك تكوني الحمد لله انت دابا واخد العقد لازم يكون هناك عقد مكتوب
العقار ما يمكنناش نتكلموا على البيع بالكلام. لازم العقار عقد مكتوب، كل ما يمس العقار خصو يكون مكتوب. واضح. بل اضاف المشرع منذ 2011 يعني نوفمبر 2011 في الجريده الرسميه ولا غيدخل حيز التطبيق 6 شهور من بعد يعني في 2012، اضاف ان هذا العقد ماشي فقط يكون مكتوب بل شرط شكون هما اللي يكتبوا، وتكلمت عليه في الحلقه السابقه. قلت الموثق العدل او محامي يكون لدى محكمه النقد. ولكن لنفرض انت مشيتي شريتي عقد في 2010، ما عندك حتى شي مشكل ديال الخطر انك ما حفظتيش، تكلمنا على الاهميه ديال التحفيظ، ما دخلتيش سميتك للمحافظه وجيتي حتى دابا 2023 وبغيتي تدخل، عندك العقد خلصتي ساكن في الدار كلشي في امان الله، مشيتي تدخل تيقول لك واش يجوز انك تقيد هذا العقار ديالك بذاك العقد اللي درتيه في 2009 وهو عقد عرفي ولا لا؟ اذا هاد الناس اللي عندهم هاد العقود قبل شهر 6 2012 ممكن ولو العقد عرفي يمكن يدخلوا للمحافظه. جميل. اذا كانت يستوفي في الشروط الشكليه والجوهريه. الا ما جاش شي واحد حفظه من موراه. هو دابا شحال من واحد تيكون ناعس ومطمئن على العقار ديالو وفعلا تيكون العقار امن من الناحيه الواقعيه ماشي القانونيه. الواقعيه امن ما كاينش عليه نزاع وتيقول لك انا ما حفظتش وبقيت وجاد بغى يحفظ، تيقول له عندك مشيت تحفظ راه قال لك اسيدي خص العقد خصك تمشي تعاود العقد. لا ما تمشيش تعاود العقد لا الموثق ولا عند هذاك العقد حيت درتيه قبل دخول حيز تطبيق القانون اللي يلزم علينا اننا نكون عندنا العقد ديال الموثق او العدول او المحامي مقبول لدى محكمه. يعني هذا الشيء تيدخل في اطار تحفيز المواطنين على التحفيز ديال العقارات ديالهم. ماشي تحفيز بل هذا حفظ حق مكتسب حيت هذا عدم رجعيه القوانين. القانون ما كيطبقش في اثر رجعي، جاء اليوم القانون كيطبق على اليوم فما فوق ما كيطبقش على القبل. كاين بزاف ديال الناس كيتشطروا في المصاريف، تيقول لك شوف الموثق دير لي غير العقد مثلا، مشى على الموثق تيقول له دير لي غير العقد. شنو معنى دير لي غير العقد؟ يعني ما تكلفش انت بداك الشيء ديال التسجيل والتحفيظ، انا نمشي نتكلف به، انا ما تنصحش. ملي تمشي عند الموثق باش يتحمل المسؤوليه كامله خليه يتكلف بالاجراءات واتفق معاه على الاتعاب ديالو وتكون الامور واضحه. واش انت كتستمر في شقه على الاقل ديال 25 مليون او 30 مليون وغادي تكون يعني تتشطر لي على 5000 درهم او 7000 درهم او 10000 درهم اللي غادي تدير الاجراءات ديال الموثق. فلهذا كنخليك خليك مع ذاك المهني يشتغل ويدير العمل ديالو الى وكيلتزم بالنتيجه. في هذه الحاله ملي كتقول له خصك تسجل لي وتحفظ خصو يجيب لك شهاده الملكيه ديالك، في حين انت الا مشيتي تكلفتي بهذه المساله كتكون عفوا كتكون مغامره بالنسبه لك، كتعرض نفسك لمجموعه ديال المخاطر. ثم كنصح ايضا المواطنين اللي عندهم عقارات يسحبوا النظير من المحافظه، نظير الرسم العقاري. عجبتني فاش درتيها هذه جديده اول خطره لا تكلمت عليها قبل غير ما عقلتيش عليها، يمكن تكلمت عليها شحال هذه. النظير هو انه اصل الرسم العقاري تبقى في المحافظه، وهناك نظير يكون في قلب الملف في المحافظه، نظير بالفرنسيه لو دوبليكاتا. فهمت. صاحب العقار يمكنه سحب النظير، هذاك النظير حقه ديالو، وهذاك النظير اللي سحبتيه وخليتيه عندك وحافظتي عليه بشريطه تاع انك تحافظ عليه، ما يمكن حتى عمل يدوز في ديك العقار الا ما حضرش النظير للمحافظه. يعني كتعقل كتربط هذاك العقار، ما كاينش اللي يقدر يقيسه يدير فيه اي عمليه الا ما كانش النظير. وانت تنصح الناس يكون النظير عندهم نعم في الدار؟ اي نعم. يعني الا عندك فين تحافظي عليه من حقك كتمشي تاخذي النظير وكتخبعيه. ولا خليته في المحافظه شنو غادي يوقع؟ هنا فين تيوقعوا ملي تنتكلموا على مافيا العقار، ملي تنتكلموا على وثائق مزوره، ملي تنتكلموا على سندات مزوره، ها تيمكن تلقاي العقار ديالك ضاع لك. ولكن طبعا النظام العام القاعده العامه المبدا العام العقار ديالك مؤمن. ولكن نعطيك مثال، ملي كديري انت وكاله لشي واحد بحال دابا قبل ما نرجعوا الوكاله خصها دار بعقد رسمي او عقد كيديرها المحامي اللي هو عرفي ذو تاريخ ثابت، كان قبلت يمكن ديري انت وكاله ليا ومشي انا نبيع، شكون اللي ضمن بان ديك العقرة بصح انت دايرها اللي ما مزوراش هذيك الوكاله؟ اذا انت ما كايناش وجيت انا درت وكاله صنعت وكاله بسميتك بان كي درتي لي وكاله نقدر نمشي ناخذ هذاك. لا ماشي ناخذ، كنمشي نبيع لواحد اخر كنبيع بالوكاله وذاك الاخر كيجيب الفلوس كناخذها انا اللي المفروض نعطيها لك انت، وانت ما فراسك ما تعاود ما عطيتني لا وكاله لا باغا تبيعي لا والو، دارك راه محفظه وهذاك السيد شرى العقار وعند الموثق. ولا كان عندي انا النظير وعند الموثق وعند العدل وعند المحامي مقبول لدى محكمه النقد ودارت العمليه
وعطيت للسيد الفلوس وهذاك السيد الاخر حفظت له وسجلت له وعطيته السويرتات وقلت له سير لدارك. جا دخل لداره، جات لالا سميره داخله من بعد ثلاث سنين او اربع سنين، جا تدخل دارها لقات دارها احنا على فالك اسيدي لقات دارها الفرخه ديال الثروت مغير طاق طاق. اش كدير اسيدي هنا؟ فاش شكون هي انت؟ ماشي انت راه سميره البلوي كنعرفوا، ولكن انا ما عرفتي انا مول الدار. كيفاش مول الدار؟ طبعا منين جاتك مول الدار؟ هذه راه داري اسيدي. لا 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 كنعرفوك بعقلك، منين جاتي هذه الهضره؟ لا لا ها العقد ديالي. وسير عند الموثق سوليه، كيجي الموثق كتلقاي راسك كيفاش انا ما بعتش؟ لا 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 كي درتي وكاله. لما درتي الوكاله؟ ها الوكاله. شكون هذا السيد ما كنعرفوش؟ لا لا واش هذا الامضاء ديالك؟ هذا ماشي الامضاء ديالي. واخا هاد البطاقه الوطنيه المعلومات، لا هادو معلومات ديالي، ولكن راه ماشي انا اللي درت الوكاله. اذا انت خصك تمشي ديري دعوه في المحكمه وتطلبي وديري شكايه بهذاك النصاب اللي لقيناه ها اللي زور الوكاله، وعاد المحكمه كتامر تحكم عليه بالادانه باش يدخل الحبس وتشطيب ما قويده في المحافظه. ولكن داك السيد اللي انا اللي جيت ودخلت عليه الدار ولقيتيني لقيت من بعد واحد اخر باع يا لطيف فهمتي؟ اذا هذا الشيء هذا جاء المشرع جا دخل حتى الوكاله اللي كان فيها هاد نقطه الضعف هاد الثغرات حتى قال لها سيدي خصها يديرها. ولكن كان عندي انا هذاك النظير في البيت ما يمكنش يكون ما غادوش هاد العمليه واضح مازال ديرهاش هاد واضح نسبي ولا ما واضح مطلق؟ لا لا نسبي نسبي. كنت غادي نقول شي حاجه اخرى ونسيت على اي. اذا سحب النظير هو مهم جدا، ثم التقييد الاحتياطي. التقييد الاحتياطي طبعا خصنا له حلقه، ولكن ملي كنكون مثلا درت قسمه او عندي واحد العمليه غادي نديرها على واحد العقار بحال دابا حيت القسمه كنقسمو انا وياك واحد العقار تيخصني الا كنت غندير دعوه ديال القسمه او غندير الاجراءات ديال القسمه خصني نمشي ندير تقييد احتياطي باش داك العقار ما يتباع ما حتى شي حاجه حتى باش نحفظ الحق ديالي انا ملي ناخذ القسمه ديالي يكون القسمه ترجع لي ما يكونش عندك شي حقوق عطيتيها لشخص اخر. تاكد من وجود السطح واستعماله. ملي كنجي نشري شقه في ملكيه مشتركه ملي كيبان لي السطح تنقول اه راه ملكيه مشتركه، لا خصني نمشي نتاكد لا يمشي يكون فيه الرسم عقاري مستقل، حيت المبدا والقاعده هو ان السطح من الاجزاء المشتركه. ولكن في بعض الاحيان كاين المنعشين الملاك ديال بعض العقارات اللي كيدير السطح رسم عقاري بوحده او كيدير المرآب رسم عقاري مستقل. إن خصك ترد بالك باش حيت تدخل تعرف راك واش داخل على عقار داخل في الجزء المشترك او لا الخاص، ماشي انت تدخل متاكد ومن بعد كتلقى مفاجاه. واخيرا هي دي الملكيه المشتركه، وتنظر الملكيه المشتركه فيها حتى هي ما رجوع. يقال الا بغيتي تسجلي عندنا الملكيه المشتركه، عندنا الشفعه، عندنا الهبه. الهبه كتخلق لنا بزاف ديال المشاكل. الهبه هي الحلقه الجايه ديالنا ان شاء الله. اي ثم الصدقه، هادو كلهم اجراءات او تدخلات في مجال العقاري اللي كتخلق بزاف مجموعه ديال الاسئله واضح. ومجموعه ديال المشاكل في اطار الممارسه القانونيه. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق، تلقاو بك ابتداء من يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. اللحظه نمشيو عند لاله ماريا بن جلون صحي ولذيذ. السلام عليكم لاله ماريا. وعليكم السلام سميره. نقدروا ناكلوا في نفس الوقت نقيو الجسم ديالنا من السموم؟ طبعا طبعا. رغم ان الواحد تيفرط في الماكولات تيكون عندنا شي حفله ولا راس العام ولا اي حاجه، تنقول لك خصك ترد البال. الناس ملي تيسمعوا ديتوكس تيصعبوا، تيخصهم يشربوا غير الماء ولا الحامض ولا ياخذوا غير الشاي والسوائل، وخصهم يديروا حميه باش يضعفوا. ديتوكس ماشي الواحد يكون ضعيف، ديتوكس هو الواحد ملي تيكون يعني فرط باش تنظفوا شويه الذات، تنعملوا ماكولات صحيه باش تنستافدوا، تنحيدوا السكريات السريعه، تنحيدوا القطاني، تنخليوا الحبوب، كثرتوا العدس، وتنخليوا يعني الزرع كامل، وتنحيدوا الماده الدسمه من غير زيت نباتي، وتنحيدوا داك الطياب اللي كلهم بالتوابل وداك الشيء. سيتو هذا هو الديتوكس، الديتوكس ناكلو صحي. راه هنا درت نموذج ديال النهار، زعما شي واحد بغى يدير نهار ديتوكس ماشي هو ما ياكل نهائيا وبقى بالجوع النهار كله. الوغ الحاجه الاولى الحامض، تنعرفوا واحد تياخذ شويه ديال الماء دافي مع شويه الحامض صحي، ما يكثروش منه، ماشي حامضه كلها. انقطات تقولي لي دائما انقطات، علاش؟ تنديزانتوكسيكون وتيعطينا ذاك النشاط او شنو نديرو مع الفطور. راه هذا نوع الفطور
تناخذوا الشاي او اللويزه حتى ساعتين ديالنا الخضر وتنديروا معاه قطره ديال الحامض، تنعملوا الجبن هذا ديال الدار صوب في الدار غادي ندوقوا الجبن ديالك، غادي ندير واحد الحلقه على الجبن ما فيش لاكتوز. بسم الله. دونك تنقدروا نزيدوا شويه ديال زيت العود، هذا تري مصوبه اه، وتنقدروا نديروا شويه ديال العسل مخبيز كامل. دونك نقدروا نفطروا هكذا، هذه وجبه ديتوكس حيت كلشي فيها صحي وفيها الالياف، خص تكون الالياف كثيره، تكون لي فيتامين كثيره، كثير لي اوميغا 3 ولا فيتامين سي. دونك تنحاولوا نديروا هذا الشيء كله. اللي ما بغاش هادشي كله تيعمل بحال ان بودينغ، الوغ هذا باش مصوب هذا الشوفان بالشوفان، ولكن اش تندير؟ تناخذ الشوفان وتنحمرو باش تعطينا ذاك لو كو بحال فومي بحال محمر. هذا عملته بالحليب ديال الكوكو صافي، طيبتو شي القرفه وتنزيدو شنو ما عندنا من الفواكه جافه ولا غير جافه، جافه ولا غير جافه. ذوقي ونذوق ذوق الشوفان محمر، غير الشوفان محمر. بسم الله. مشات القرفه ممتاز، ما فيش سكر. دونك اما زليفه هكذا باش الواحد يفطر، او طريف ولا جوج ديال الخبز كامل مع شويه ديال الجبن وشويه نقدروا نديروا البيض، ولكن انا تنحيد البيض، تنحيد الشكلاط، تنحيد داكشي كله اللي ثقيل شويه فوالا، ماشي هو صحي وماشي ثقيل. عصير ديتوكس ديما تنهضروا عليه، دونك هذا نقدروا نشربوه النهار كله. هذا العصير شنو فيه؟ فيه كلشي خضر، كيوي، الكرافس، السابانيغ، شويه ديال المعدنوس، تنطحن هادشي كله، شويه ديال داك البسباس داك التبش ديالو، وتنعمل اما تنطحنو مع الماء او هنا مع نطحن مع شويه ديال الليمون او البومبلوموس. دونك هذا سي ان جو دو توكس، نقدروا ناخذوا كاس حتى لجوج ماكسيموم في النار، ما نعاودش نكثروا منه. علاش ما نقدروش نكثروا منه؟ حيت فيه بزاف ديال الكلوروفيل، بزاف ديال روعه. فيه شويه سكينجبير لا غير المعدنوس، مذاق الكرافس، المعدنوس والكرافس والكيوي، جبن الكيوي والعيش بزاف، وهنا عملت الليمون ولا البامبلوموس ولا هذا نقدر نعملو جوج كيسان. علاش عصير الفواكه فيه كمان سكريات؟ هنا الليمون، هنا كاين نقدروا نزيدوا حتى التفاح، كاين الكيوي، دونك نردوا بالنا من السكريات اللي غادي تكون زايده. دونك هادو في الصباح هذا نشربوه دون راماتيني الا فطرنا بكري، في الغداء اون سالاد، الوغ البلبة تنعرفوا المنافع ديالها ديال الهضم ديالها، لي زوميغا 3، ليكوبرين ماتيشا، شويه ديال القرقع حتى هو في البروتيين فيجيتال، شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه. بغينا نديروا لي بزار ما بغيناش، دونك بتيت انتخي كوم سا. دونك ماشي الواحد ما ياكلش، حيت الواحد تنقولوا له ديتوكس تيشرب غير السوائل مات الصبا، هادشي اللي تيجينا في الديتوكس ما خاصش يشرب مات الصبا، ما تنقدروش نديرو. واللي تيعمل ديتوكس على مده طويله خاطر خصو يبدا يشوف الطبيب ديالو، يعني تيدير اكثر من 3 ايام 4 ايام 5 ايام راه ماشي صحيح، تيحرم من الجسم ديالو بزاف ديال المنافع ديالو. الوغ دونك ديدام شويه ديال الزيت نباتيه بالبانسو، ما كاينش داك الطياب ديالنا، طريف الحوت. هنا عملت سباغيتي ديال طيبتهم فوق سباغيتي ديال القريعه، ديال القريعه ها هما، يعطيك الصحة. درتيهم غير بديك القشاره ياك؟ القشاره سيتو، شويه ديال هنا درت شويه ديال الزعتر، درتو في الفران سهل، يعني والحوت سهل علينا حتى تحضر ديال الاطباق ديالنا، طيبتو فوق هاد لي تاك ديال باش يتنسم شويه. دونك نقدروا نديروا الحوت، من الاحسن نعملوا السمك او البيض ديال الدجاج في ذاك الفتره، من بعد نقدروا نعملوا اللحام نديروا. الو هذا وجبه ها هي، دونك بتيت انتري او دجاج. الو هادو دجاج مشرملين غير بشويه ديال الملحه شويه ديال البزار، وفاطمه لويهم الفرماج داك اللي تنعملو بحال الفرماج، انا درت عملت شويه ديال الاناناس لداخل. دجاج بالاناناس، طريف الاناناس ها هو لداخل، تنعرفوه بالطريقه البلديه. لا ها هو ملوي طري، هذا طري طري تنعمل الناس طري، تنقبطو عليك دي بيك، تنطيبوه في الفران وتناخذوه. دونك تيطلق هذيك لاسيديتي ديالو ديالو، تنحيدو داك الفرماج من غير الفرماج بيض من الاحسن، ما نعملوش داك الفرماج اللي فيه ماده دسمه بكثره ايتو. الوغ شامبينيون تا هما سوتي، ميم با سوتي في الفران، تندهن داك البابي سيلوفان سلفير وتنخليه يتبع على خاطرو شويه الملحه والابزار. ما بغيناش لي بروتيين فغي انيمال، تنعملو غير الخضر. دونك نقدروا نديرو شامبينيون، شي ديال القوق، القوق مهم بزاف حد الهضم،
وكذلك القرعه دونك القوق فاش يكون خضر تيكون الفعاليه ديالو اكثر 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 وحتى داك الرويسات ديال القوق ما نلوحوهمش نخليهم في الماء ونشربوا داك الماء ديالو وما نخليوش اكثر من نهار باش ما تكونش انوكسيداسيون نقدروا شويه ديال الحامض ونقدروا نشربوا كويس مزيان الكبده ديالنا واضح توا تينقي توا تينقي نقمصوا دوك الفطور الجديعات ديال القوق هما تيكون نقي نديرو كويس كنلقي كاع باش نخليو غير الدخلاني ولا غير الدخلاني غير الدخلاني واضح وتنديرو في كويس كويس فيه الماء شويه الحامض تنخليو تناخذو تنشربو كويس في النهار صحي دوك فطور كولاسيون ديال الصباح غدا كولاسيون ديال العشيه دي بانكيك هادو كلشي تاعهم والو الشوفان وبنانه طريه بنانه طريه وشويه القرفه خفيفه نقدروا نديروا شويه لافاني وتنمعكم مزيان 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 وتنطيبهم في هذاك ما فيهمش طحين نهائيا ما فيهمش طحين نهائيا اما ناخذوا ان تي بانكيك ولا ناخذوا ان فروي طبيعي دابا وقت الاناناس انت هذا الاناناس طري انا تنستعمل بزاف الاناناس ملي تيكون وقته وملي تنشري وحده كلها ما تنعرفوش شنو نديروا بها دونك نقدروا نطيبوا بها عمرت بها هذاك خدينا هذا نقدروا نديروا ان تي بو دو فرماج صوبت بها غاتو كاع ولا غاتو دو فرماج بلون مع اون سالاد دو فري دونك لو غوتي وصلنا للعشاء العشاء الشوربه شوربه اسهل منها بويون دو بولي كان عندي طريفات ديال الدجاج غير هاي ماتريفات ديال الدجاج خيزو وشويه ديال القرعه طابوا على خاطرهم كميشه ديال الصبور حتى طابت حتى طابت شويه د الملحه ما درتش البزار حتى طابت لحت عليها وريقات ديال السبانخ وغطيتها واحد 5 دقائق باش تلقات هاد لونكو هادي ماشي صحيه هادي كلشي يقدر ياكلها مولي السكر اللي عندهم مشكل ديال الامعاء اللي عندهم مشكل ديال الهضم اللي عندهم لوسيغ كلشي غير تنصح الناس اللي عندهم مشكل ديال ليغني يشربوا صوبه في الليل صحيه ولكن ملي ينعسوا ينعسوا واحد جوج خديديات او يتسنى واحد ساعتين عادي يقدروا دونك ديتوكس واحد تياكل مزيان هادو مزيان من بعد هاد المناسبات اللي تنغلقوا فيهم تناكل فيهم بزاف جميل ان ديتوكس ماشي واحد باش ماشي حميه ماشي باش تضعف ماشي باش تضعف ديتوكس باش تنظف الذات ديالك وطبعا نتمشاو شويه ونحركوا حركه في الحركه بركه اكيد شكرا لك لاله مريم جنلو بقاو معنا نمشيو لنقطه التوازن اللحظه مع الدكتور مصطفى الصمدي بقاو معنا دكتور مصطفى الصمدي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا غادي تخليوا لي هذاك لو بول ديالي سي صمدي تشهيتي شي حاجه باش تبقى لك ياك ضروري ضروري ما تكسوش هذيك الطبله حتى نجيو انا وسي صمدي حقنا تما لابدا اذا سي صمدي اليوم غادي نتكلموا على احترام خصوصيه الاخرين انت دائما في كل فقرات ديالك ديال نقطه التوازن هنا في صباحيه التزام تتصر وتتلح على احترام الاخر بصفه عامه كيف ما كان العرق ديالو الديانه ديالو المستوى ديالو كل شيء كل شيء كل شيء هنا احترام الخصوصيات واحد من الاحترامات اللي قدرت نقول اللي خاصه تكون حاضره في التعامل ديالنا اليومي مع الاخر واحد الموضوع اللي حقيقة محتاج نبينوا فيه بزاف الأشياء لأنه العالم اليوم بهاد وسائل الاتصال والتواصل وهاد الوسائط ديال التواصل الاجتماعي ولات مرتع لفضح خصوصية الناس والاطلاع على عوراتهم والنبش في أعراضهم والنيل من خصوصياتهم فالله يفتح على الأستاذة توريا اللي جابت هذا الموضوع لأنه خصنا ننبهوا لهذا الأمر هذا لأنه كيؤدي المخاطر عرفتي شنو هو الميزان اللي عندنا في ديننا وفي قيمنا وفي حضارتنا هو أنك تبغي الاخر داكشي اللي تبغيه لنفسك وتكره الاخر داكشي اللي تكرهه لنفسك واش كيبغي شي واحد واش شي واحد فينا كيبغي ان الاخر يطلع له على الخصوصيات ديالو ويطلع له على ما يحفظ عرضه ووده واسرته ومجاله الخاص كذلك ما تبغيش انت فاذا كما انت ما تبغيش الاخر يطلع لك على الخصوصيات ديالك خصك الاخر كذلك ما تبغيلوش هادشي ولذلك امر اساسي في ديننا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حاجه اللي ما تعنيك ما تفيدك ما تهمك ما تخرجش فيها تكون الناس هذه لو اننا نعملوها قدام عينينا او نمشيو مزيان حاجه اللي ما عندي بها نفع ما عندي فيها غرض وتؤدي الى الاداية وتؤدي الى قطع الاوصال وتشتيت العلاقات وتمزيق الاسر علاش ندير راسي فيها علاش لان ديننا كما كتعرفي الاخت سميره وكيعرفوا المشاهدين جاء ليحفظ تماسك العلاقات ويحفظ تماسك الخصوصيات ونهانا عن الاطلاع على عورات الناس وعلى خصوصياتهم واتخاذها مجالا للحديث في المجالس شحال من مجلس الان
سواء في القهوه سواء في الشارع سواء في هذا كتلقى الموضوع ديالو خصوصيه الاخر. فلان دار فلان طلع فلان مشات فلان طلعت فلان هبطت فلان دار فلان عنده الادهى من ذلك بعد خصها تنزيدوا من ريوسنا ايه صحيح كنتاخذوا منها مجال وكنزيدوا نزيدوا عليها اشياء اللي كتؤدي في الحقيقه الى امور لا يحمد عقباها. ولذلك احنا في ديننا عندنا واحد المعيار، شنو هو؟ قول لي شنو هو؟ ما ندخلوش روسنا في حوايج الناس اللي ما عندناش بها غرض وما عندناش بها نفع، اللي كيأثرها هذا الحديث هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعندنا واحد دعوات اخرى واحاديث اخرى ونصوص اخرى كتقول لنا ودي من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. هذه ما توجدهاش في ثقافه ولا في شي دين ولا في شي معتقد. وشنو هو الفرق؟ شنو هو هذاك شنو هو الخيط الناظم؟ انا كنهتم بجاري وبخويا وبقريبي وبصديقي في العمل وبالمجال ديال المجتمع، كنهتم به اهتمام ينميه ولا يؤذيه، يرفع من شأنه ولا يحط من قدره. شنو هو الفرق باش الفرق هو هذا؟ اولا نهينا عن التجسس، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. علاش نتجسس على فلان وفلانه والجيران والاسره والمجتمع والعائله؟ فلان دار فلان شي مصيبه ولات في المجتمع وكنخرجوا داك الشيء وكله كذب وبهتان ونصيفطوه في وسائل التواصل، لانه الضرر بالاخر، لانه الدافع اما الحسد اما الحقد اما الاضرار بالاخرين اما انه شحال من واحد لا يرتاح حتى يؤذي الاخر. ولذلك ديننا جاء ليربط الانسان ويضعه، ليربط لسانه حتى لا يرسله الى الناس، يربط نظره حتى لا يرسله الى الاخرين، يحد من تطلع على عورات الناس لان ذلك فيه إداية كبيره. الخيط الناظم هو انني كنتعامل مع الاخر. حنا عشنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي هو كالبنيان المرصوص، يشدوا بعضه بعضا. انا معاك في ساعه الشده، في ساعه الحزه، افرح لافراحك، احزان لاحزانك، الام لالامك، اتمنى الخير لك كما اتمناه لنفسي. بمعنى انا كنهتم بك ما دمت كنتعايش وكنتساكن وكنتقاسم واحد الفضاء جغرافي واحد المجال ديال العمل او مجال ديال القرابه، كنهتم بك بما ينبئ عن انني اريد الخير. اهتم لك، اذا لم اهتم لك معنى انني خذلتك، معنى انني اسلمتك، معنى انني لم اراعي حقك علي. المؤمن على المؤمن عنده حقوق بيناتنا، وهي حق المرافقه، حق المصاحبه، حق النصح، حق الارشاد، حق التوجيه، حق المساعده، كل حاجه. كل خوك معك الا ويحتاج منك ما ينميه ويقويه ولا يضره ويؤذيه. ولذلك حنا امرنا ان نهتم بامور الناس، الاهتمام اللي كيبين انني واقف معك وكنهتم بك، ولا ربما ضد هذه الاشياء اللي تجي من ناس اخرين، وادفع عنك سؤال اخرين تماما، ماشي نشد فيك الحتيت. هذا هو اللي بغيت نقول. ولذلك عندنا مجموعه ديال الامور اللي كتخلينا نحضيو نفوسنا ونحضيو. عندنا ادب الاستئذان، ماشي غير اجي ودخل عند الناس. عندنا ادب الاستئذان، معنى الاستئذان قبل ما تدخل عند الخصوصيه ديال الناس خصك تستاذن قبل ما تدخل عندهم، وإن كنت ستأتي بخير خصك تستأذن. عندنا آداب، عندنا آداب رفيعة. هذا الدين قائم على الآداب، قائم على القيم، ولكن مع الأسف حنا فاهمين الأمور عوجة. خصنا الآداب الاستئذان، خصنا لابد أننا قبل ما نتكلموا نفكروا، قبل ما نهضروا نتكلموا نفكروا، قبل ما يعني أن نرسل حكما ينبغي أن نتأكد. حتى إذا جاك شي خبر عن خوك ديال السوء ما خصكش تشيلو، فتبين الله يرحم الوالدين، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني هذا الخبر اللي غيجيك من اي كان لا تسلم به ولا تنشره الا بعد ان تتاكد منه. وعلاش غتنشرو؟ تاكدتي ولا ما تاكدتيش؟ لا ولكن شوف، اولا خصني نتاكد من الخبر، التثبت من الخبر قبل نقله ونشره. كتجي المرحله الثانيه، ان كان خبر سوء سترته، من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره. ماشي كنجري دابا السبق ولا السبق، عندي السبق عندي لك واحد الخبر، عندي لك واحد كذا، وكتلقى الانسان يتباون يرسلون الاسماع والانظار والانتباه الشديد. علاش؟ لان الامر يتعلق بخصوصيات فلان او فلانه. هذا امر مذموم في ديننا. ولذلك احنا نتاكدوا من الخبر، ان كان خبرا يسيء الى الاخر او خبرا يتحدث عن خصوصيته كتمناه وسترناه. علاش؟ لان الجزاء من جنس العمل. عندنا من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره. ايوا خدم على راسك، خدم، ستر الناس يسترك سيدي ربي. واذا كان خبر صحيح وفيه مضر، وفي يعني خبر صحيح كتشوف ذاك الساعه المستوى ديال ذاك الخبر، ان كان خيرا انشره حتى يستفيد منه الناس. إيه كان خبر خير، خبر ديال يفرح فنفرح له. ان كان فيه فعلا يعني خبر صحيح ولكن
يحتاج منك انك تنصحه كتنتقل لواحد المستوى اخر منك ليه واداب وقواعد وكلمات وقلب ولفاقه طبعا التلطف في العباره التودد في الكلمه اللين في المصاحبه حتى يأنس منك الرفقه فينزل كلامك عنده منزلا مباركا طيبا ويقبله منك لانك كتدخل في المجال ديال اننا نتناصح فيما بيننا. شوف الصالحين اش كانوا كيقولوا رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي. راه كلنا عيوب اهدى الي عيوبي. حنا خصنا يكون عندنا واحد النفس تقبل النصيحه وتقبل التوجيه ولكن باي منهج وباي طريقه. حنا سيدنا رسول الله كان كيشوف شي واحد صلى الله عليه وسلم كيشوف شي واحد عمل شي حاجه وكيعرفه ولكنه لا يشهر به، لا يذكر خصوصيته، لا يسميه، بل يذكر الامر على سبيل التعريض وعلى سبيل التلميح. والفهم غادي يفهم. والفهم يفهم، ولذلك قالوا رب اشاره ابلغ من عباره. ورب تلميح ابلغ من تصريح. يمكن غير تلمح اللبيب بالاشاره الحرب يفهم. الحرب بحمزه. وكل هذا يدخل صحيح، هذه الامثال الشعبيه راه فيها واحد القيم رائعه. قيم رائعه في دي. واذا كل هذا كيدخل في تقويم العلاقات الاجتماعيه. نخليو نعيشوا مع بعضياتنا بهذه الاداب الرفيعه اللي كتخلينا نرتاحوا مع بعضياتنا. انا خويا لا شاف فيا شي حاجه ديال السوء يسترني وينصحني على انفراد وفي الوقت المناسب وهكذا، ولا شاف شي حاجه كاين اللي تلقاها مناسبه وفرصه ربما للنيل منك ويعني وتسجيه الوقت به لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا مما لا ينبغي ان يكون. ولذلك انا بغيت نقول نربي وليداتنا على هذه المعاني ديال منين تجي بنتي ولا ولدي يجيب لي شي خبير اش نقول له فيما يفيد هذا الخبر يا بني؟ ما الذي سيضيف الي هذا الخبر؟ ما الذي ستنتفع منه؟ اش زادك؟ تجي عندي بنتي تقول لي بابا عندي واحد الخبيار، ولدي بابا عندي كنسمعوا هادشي مع وليداتنا وكنشوفوهم مع بعضياتنا، هنا خص يتدخلوا الاباء والامهات. هادو ما الترابي هذه هي الحكمه. والترابي استاذه كما كنقول لك دائما الترابي بالنموذج بالمثال. ماشي انا نجي نقول لهم اجي عندي لكم خبر. الله يرحم الوالدين. او يسمعوني انا كندوي مع امهم ولا امهم معايا ولا انا كذا ولا بيناتنا حنا العقلاء وليداتنا كيسمعوا لك كيهضروا في الناس. كيهضروا في الخصوصيات ديال الناس. اننا نسيء من حيث لا نتفطن. فنغرس هذه الافات في ابنائنا يشبون عليها ثم لا نتعجب ان يعيشوا عليها في حياتهم. ولذلك اذا وجدنا شي حاجه شي ميل من الابناء الى الاهتمام بما لا ينفع. إلى النبش في أعراض الناس، إلى النيل منهم، إلى الاطلاع على وراثهم واجعلها مادة للكتابة وتسجية الوقت والإرسال والانتشار لنحد منها بالآداب الرفيعة لأنك ينبغي أن تقنع لا تردع، تقنع على أن هذا أمر لا ينفع وإنه يجر كذا وهل تحب هذا لنفسك؟ هل ترضاه لأبيك وأمك؟ هل تريد أن يكون هل تريد خصوصياتنا أن تنتشر؟ لا أبدا. ولذلك الإسلام جعل لكل واحد منا منطقة خاصة، منطقة خاصة ممنوع يدخل لشي واحد. علاش؟ لان هي اللي كتخلينا نعيشوا كخرجوا على برا والستر ديال مولانا علينا. كل واحد سيدي ربي سبحانه وتعالى كيسترنا وحنا نبداو نمشوا بعضياتنا فاننا نتجاسر نمد ايدينا الى ما لا يحل وهذا يفت من عضد المجتمع ويهد من قوته ويجعله عرضة لمشاكل ومزالق نعراها ونسمعها وتطالعنا كثير من يوميا كم من علاقة مزقت، كم من قرابة قطعت بسبب وشاية كاذبة بسبب الاطلاع على خصوصيات للناس ونفسها فتسببت في تفرقة أسرتي وتقطيع علاقة وتمزيق قربات وقرابات عفوا. فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون بيننا في عالم صعب الآن تحكم فيه إن لم يكن بهذه الجرعات من الأدب ومن الأخلاق التي تنغرس في أبنائنا فيعني يلقون لها بالا ويعيشون بها. نديروا نقطة توازن. شكرا لك دكتور مصطفى السمدي. بقاو معنا مشاهدينا، نمشيو للحظة نستقبلوا الضيف ديالنا الفنان التشكيلي سي حسن شابوه. ومع الفنان ديالنا اللي سينتمي لعوالم الفن التشكيلي السي حسن شابوه، اليوم غادي نكتشفوا معاه عالم ديال الفن التشكيلي، عالم ديال لي بورتري ديال الرسم ديال الالوان كذلك. مرحبا بك. مرحبا بابن الحي المحمدي السي حسن شابوه. مرحبا بك سيدي، نورتينا ونهار كبير هذا. بارك الله، انا منور بكم. الله يكبر بك. وكنشكر برنامج الصباحيه ديال دوزين على الاستضافه.
العفو سيدي، شكرا على سلبيه الدعوه. بارك الله احنا محاطين بلوحات فنيه رائعه ما شاء الله عليك، اللي فيها الفرس حاضر، المراه حاضره بقوه. تكلم لنا على السي حسن، الطفل اللي بدا، كيفاش كانت علاقته مع الالوان مع الرسومات في الحي المحمدي اللي معروف عليه يعني واحد الحي اللي نجب لينا بزاف ديال الناس المهمين في المجتمع ديالنا. بالنسبه لطفولتي كانت منحصره غير في ديور الشباب هذا، والمعارض تقريبا غير في دار الشباب ديال الحي المحمدي. من ديك الساعه انطلقت، تغيرت الامور، وليت في السن ديال 20 عام وليت نخرج للمعارض. اي رواق تنمشي فيه، وكان واحد الرواق كان تيعجبني بزاف، وكان اوراماسي سونترال تيقبل عليه اللي في اللي فيغوراتيف، وكنت تما كنت تعرفت مع باقي حد الان باقي حد الان قال لي مورا المارشي سونترال ما بقاش، ولا في شارع الرشيد. وتما كنت تعرفت على واحد الفنان فرنسي، شارع الرشيد اللي فيه مدرسه الفنون الجميله، اي ألبير بيلو الله يرحمه. كنت وكنت اي معرض تنمشي ما تنمشيش على قبل ذاك الفنان، كنت ديما تنمشي نشوف اللوحات الطريقه باش يخدموا تنتج دوك الالوان. المرحله ديالنا ديال الشباب كونا واحد الجمعيه، من تما كان طالقنا دخل بحال دخلنا للاحتراف، غير هي ما دخلش ذاك الاحتراف ما في هذا. بديت انا ترسمت نشارك في معارض، شاركت في الاردن في العقبه، وكانت واحد الاخت هي الموسيقه كانت سولتها قلت لها تقريبا شحال من فنان غادي يكون في المشارك مشارك سي 70 فنان، ما فيهم العراقيين، سوريا، الدول العربيه، ما شاء الله 30 المغرب، ولكن احنا كنا شي خمسه. انا فكرت ديك الساعه كل شيء غادي يمشيو بالستيل ديالهم. خديت بادره من عندي انا، رسمت بورتري ديال الملك عبد الله بن الحسين. انا ما مشي ظروفي ما ساعدتنيش نمشي، مشاو الاخوان هما اللي تيتصلوا بي، داو معاهم الطابلو، داو معاهم الطابلو، لان علي كريشان كينزلوا من المطار سول عليا، هذيك الاخت هزات داك لاطوال قالت لي ها هو شبوه، وفعلا دار واحد الضجه كبيره، دابا تيتواجد في الولايه ديال العقبه. ما شاء الله عليك، يعني الصيت ديالك فات حدود ارض الوطن. الحمد لله. الحمد لله. انا بغيت نتعرف على ماذا، انت دزتي تيارات فنيه كثيره وجرب، على ما تلقات يعني البصمه ديالك والتيار اللي تترتاح فيه والمدرسه اللي غادي تنهجها، يعني كيفاش مرت الامور؟ الحمد لله عندي انا تنخدم على الاغلبيه، تنخدم على اللون. الا ما رسمت طابلو وما تارنيش انا الاول ما نقدرش نشارك. عندك اللون اساسي ماشي الشكل. اللون خاصو يكون الموضوع، يكون موضوع، تكون رساله. مثلا في مراكش كنا في واحد المعرض الدولي، كنت نخدم على الطائر الحسون، اي طابلو عندي فيه الطائر الحسون، هذه مرحله. كان واحد كرتي نفسي بنيسف صديق لا كولومب الحمامه، ايه عرضت معاه في الوان دكاله السي احمد بنيسف، عرضت معاه شي جميل جميل جدا هذاك السيد تبارك الله. هو حيت يرسم على الحمامه، والحمامه حيت هو ولد تطوان تماما، مستقر في الشبيلية تماما. وهنا واش تلمسوا يعني تنشوفوا الامازيغيه المراه، تنشوفوا ما هو تقليدي، واش كاين شي حاجه منك نتايا في هاد اللوحات؟ لان خدمت على الخيل العربي، هذاك من اجمل الخيول كاينين، لان دخلت المراه تنشوف فيها شخصيه الوالده الله يرحمها، لان كانت بالنسبه لي انا الوالده كانت فيها الراجل والمراه، لان الوالد خلينا صغار. دخلت الخيط الحصان العربي، ملي دخلت الحصان العربي دخلت مع الحرف العربي، لان تندير حتى الخط العربي، اذا اشنو اللي تيجمعهم؟ تيجمعهم ديك الاصاله والجماليه، هي اللي تتنسق بيناتهم، والجمال ديال المراه الافريقيه كما تشوفين فتاة إفريقية، هنا المغربية، هنا الأمازيغية. الأمازيغية يعني دائما كاين واحد العامل مشترك في اللوحات ديالك، واحد الخيط خيط اللي تيجمع كل المكونات ديال ديما تكون صلة وصل.
وضحتوا وضفتي لا كاليغرافي وخدمتي عليها. انت كنتي من بين الفنانين القلائل اللي بداوا هذا الفن ديال وضفوا الكاليغرافي في الخط العربي في اللوحات. كانت بدايه الثمانينات لا تقريبا قبل انا 81 كيفاش جا الخط العربي. كان الخط العربي انا كنت موظف وكان عندي مع الخط العربي وسيرتو مع المغربي وكان الحاج أفوقا الله يطولني ناف عمرو كان كاتب العام في العمالة وكان لي شرف أنني تمشي للعمالة عند شوقي وتنكتب الرسائل الحسن الثاني الله يرحمه. واو ما شاء الله. أنتي بالخط العربي وكنت أنا قبل الشكر تيرجع لي هو لأن كنت أنا كنت إلا هزيت شي ديك الساعة كانوا ما كانش هذا الشيء اللي كاين دابا لا ذاك كنا تنكتبوا لي بان كيما عيل بلي بانسو الصباغه عادي باليد. كنت ديما تنخدم على الجماليه ديال ديك اللافته واخا يعني ما تكتفيش غير بالخط كالخط كخط عربي خاصك ولا تزيد لي شي لمسه ديالك انت بوحدك. خط هذا هنا دار لي الحاج فوق الله يرحمه مع الرسائل قال لي لا الخط العربي كتبوه هو هو العثماني قال لي ما تبقاش دير ديك التا ديال الديواني هنا عرفت راجعت كتب بديت نراجع شنو الخط العربي حنا ومشيتي لربما اللوحه باش تلقى ديك الحريه انك تدخل في الحروف العربيه. واخا صباغه اكريليك لا الويل الويل هذه كلها صباغه الويل الويل لان ترتاح فيها بزاف لان اول صباغه الويل خدمت بها هي ديال المرحومه الشعيبيه. كانت عندك علاقه معها؟ بدايه 19 عام 20 عام كنت تنشوف الشعيبيه في نواري بلون هذاك هذاك ديك الهضره العاديه ديالها وليت نمشي الشعيبيه اسم على مسمى وكنت نخدم على البلاكواش عطاتني 13 شي باكيطه ديال الصباغه ما عرفش باش تخلط الصباغه ديال استاذ الحميدي الله يطولني ناف عمرو داير المعرض ودخلت عنده قلت يا ودي عندي صباغه ديال الويل الزيت بغي باش هي باش عطاني لا ميثود باش تخلطيل وماجور الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واخا شنو النظره ديالك كفنان تبارك الله عنده تجربه وازنه في المجتمع المغربي النظره ديالك كفنان الحال ديال الفن التشكيلي في المغرب والمستقبل ديالو مع في ظل زعما هاد التكنولوجيا وهاد الرقمنه ما عندناش مدارس ديال الفنون التشكيليه كاينين جوج كاينه في الدار البيضاء السيستيم الفرنسي وكاينه ديال تطوان لان انا كنت ديك الساعه حنا بالنسبه لينا حنا لاج ديالنا كلينا العصا في المواد كنا تنطلبوا الاخوان اللي يجيبوا لنا البيغمون من تطوان وندقوها وبريباري باش ولكن داكشي عنده حلاوته عندو حلاوته ودزتو من المراحل اللي عرفتو بها القيمه ديال لا ماتيا وحتكيتو بلا ماتيا حسيتو بها عشتو معها اكيد الان دابا تنقولها لهم تنقول والله العظيم ظروفكم هاد الشباب اللي كاين اللي ما بغاش اللي ما بغاش يطور راسو واضح. درتي حتى جداريات كذلك وعندها جداريات اللي عندها معنى وعندها رسائل جداريات خدمت في جداريات في اكادير شدي كنا مع واحد المؤسسه 15 متر في الحيط على 3 متر وجبتها من طنجه بديتها من طنجه بحال درت خريطه المغرب من طنجه للقويره. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك خدمتي كذلك على مع يعني طريقة فنية كدعم الشعب الفلسطيني كذلك مع الفلسطينيين تبارك الله مع داك الاسبان مع ميغيل سيباستيان واللي غير في الخط العربي كما خلات اكرام الاشقر كنا في الوان دكاله في جديده سولتني قالت لي واش تعرف شي فنانه في لبنان قلت لها ودي راه كانوا عرضوا معايا ولكن اللي تنعتز به هو وجيه نحلة الله يرحمه. ملي قلت لها وجه نحله تفاجات بحال ما فهاش قالت لي تتعرفوهم لان ما اختي تنعرف تبارك الله عندك تجربه كبيره. واخا علاقتك بالعمل الجمعوي والفن التشكيلي شنو هي العلاقه اللي فيها هذا التريو هذا؟ العمل الجمعوي جميل اللي خدموه حنا كنا في
في دار الشباب ديال البرنوسي في لاج ديال 30 عام، درنا الخط العربي للنادي ديال بنو مولقة، وخدمنا مع الاطفال هذاك، والحمد لله كل جات ديك الموفمون ديال لي باسبور كلهم الدراري خدموا. ملي تشوفهم خدامين في العماله وهذا تقول الحمد لله رسالتي. باش نشرحوا خدموا في الباسبور يعني هما اللي تيكتبوا هذيك الكتبات ديال اللي تتكون في الباسبور. جميل. يعني الباسبور المغربي راه ماشي اي واحد اللي كاتبه، راه كاتب فيه فنانين تبارك الله عليك. وكان الاستاذ المزلاني دابا راه تيتواجد في السعوديه. اخر سؤال، واش السي حسن شابوخ تيعيش من الفن ديالو؟ انا كنت عطيت للاسره ديالي حقها، كنت نعرض غير بحال تنقطر معرض هنا معرض هنا. الحمد لله دابا اللي دابا غادي نحترف في الفن ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شنو خاص الفنان المغربي، شنو هو النوعيه الدعم اللي خاصو باش يقدر يعيش بكرامه في يعني بالفن ديالو؟ خاص السوق، ما عندناش السوق. دونك خاص المستهلك المواطن المغربي يولي فنان حتى هو يعشق الفن ويستهلك الفن. ما عندناش بحال دابا الا كان واحد تيدير لابس بحال الشعيبيه تيقول لك راه هذا الشيء راه ماشي فن، ولكن الشعيبيه راه وصلت للعالميه اللي ما قراش فيها واحد في لي بوزار وهذاك. ما يعني خاص الادوار تنمى، خاص واحد الحس الفني يتنمى عندنا في المجتمع ديالنا. خطرات ما تتلقايش حتى في انا تنقولها ونتحمل مسؤوليتي، ماشي المشكل في التشكيل فينا حنا، حنا تنبقاو نهرسوا تجي واحد الوقيته تتبقى انا بعدا كنت تعرضت لبزاف الاشياء. ربما هذا هو المسار المكتوب على كل فنان، كل عنده واحد واحد القسط من المعاناه باش يخرج وباش يبدع كذلك. تماما تماما. تنشكرك بزاف سي حسن، بارك الله فيك وتنشكركم بزاف على العفو. نورتينا اليوم باللوحات ديالك وبالحضور ديالك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في التخصص اللي غادي تبقى فيه ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. وبالفن التشكيلي تنختموا حلقه اليوم واسبوع هذا الاسبوع هذا صباحية الدزم، على أمل لقاء بكم دائما على خير وبخير يوم الاثنين الجاي إن شاء الله مع مواضيع أفكار وفقرات تتم حياتنا اليومية دائما في برنامجكم الأسري بامتياز صباحية الدزم. إلى اللقاء.